أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. اليوم نناقش محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر حسن البشير بتهم الفساد المالي والثراء غير المشروع. هل تعد محاكمة للرئيس المعزول تتويجا لعهد جديد من الحرية لا يختلف فيه رئيس عن سواه أمام العدالة؟ أم أنها التفاف سياسي من قبل حلفاء البشير السابقين بتقديمه للثوار قربانا لخلاصهم من ملاحقات قضائية وتحقيقات مستقبلية؟ وقوف الرئيس المعزول عمر البشير أمام القضاء يمثل مرحلة جديدة في السودان، أم أن المحاكمة وتوقيتها ذر للرماد في عيون الثوار لغض الطرف عن حلفائه وأركان نظام حكمه الذي امتد لثلاثة عقود؟ ولماذا اقتصرت التهم على مخالفات فساد مالي فقط وليس جرائم جنائية؟ وهل في نية السودان تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي والتي تلاحق الرئيس المعزول بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور؟ وإلى ماذا ستفضي محاكمة البشير آخر الرؤساء العرب الذين قادتهم كراسي الحكم إلى أقفاص المحاكم؟ سنحاول إجابة على هذه الأسئلة مع ضيوفي في الاستوديو: الباحث السياسي والإعلامي جمال محمد أحمد، ومن الخرطوم الناشط في قوى الحرية والتغيير وقضايا حقوق الإنسان المحامي معز حضرة، وينضم إلينا من ليدز البريطانية عبر سكايب القيادي في الحزب الشيوعي راشد سيد أحمد. مشاهدينا، نبدأ النقاش مباشرة بعد التقرير. بينما ترسم القوى الثورية أولى ملامح سودان جديد، يظهر الرئيس المعزول عمر البشير لأول مرة منذ إطاحته داخل قفص الاتهام في أولى جلسات محاكمته في الخرطوم بتهم فساد. الجلسة التي تأجلت من يوم السبت لتزامنها مع التوقيع النهائي على وثائق الحكومة الانتقالية، منع المصورون من دخولها بعد أن كان قد أعلن سابقاً عن أن جلسة محاكمة البشير ستكون علنية لوسائل الإعلام والصحافة. الرئيس المعزول الذي ظهر مبتسماً ومدعماً بهيئة دفاع مكونة من أكثر من 100 محام، وجهت له تهم تتعلق بحيازة النقد الأجنبي والثراء غير المشروع، دون التطرق إلى تهم قتل المتظاهرين التي وجهها له النائب العام في مايو الماضي، دون تحديد فترة محاكمته في هذا الإطار. ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وقت لا تزال فيه البلاد غير مستقرة سياسياً وأمنياً. البشير الذي حكم البلاد خلال 30 عاماً بقبضة من حديد، أقر خلال فترة مثوله الوجيزة بتلقيه أموالاً من السعودية والإمارات وصرفها على جهات سودانية عدة بحسب المدعي العام، فيما رفض الدفاع التهم الموجهة إليه. لكن الرئيس المعزول كذلك يواجه أخطر تهمه من المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب وإبادة جماعية مرتبطة بنزاع دارفور، وهو رئيس الدولة الوحيد الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية، فيما رفض الجيش تسليمه إلى لاهاي، لكن المحكمة جددت مطالبتها بالبشير بعد عزله. مشهد الظهور والتهم الموجهة أعاد للأذهان مشهد محاكمة الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، وتجددت معها المخاوف من تكرار السيناريو نفسه في السودان،
فهل التعجل بمحاكمة البشير في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة مفصلية هو في إطار مساع جدية من السلطات لتحقيق العدالة، أم أنه مشهد درامي لحصر التهم الموجهة إلى الرئيس السوداني في أولى جلساته بحيازة أموال ولا شيء آخر؟ لبرنامج ولنا وقفة، بيان كاتب أغلو، TRT عربي. وسأبدأ نقاش من الخرطوم معك سيد معز حضرة. سؤالي الأول عن اقتصار التهم الموجهة للبشير بالتهم المالية، هل هذا اقتصار مشبوه خاصة إذا ما ربطنا الأمر بمادة التحلل المثيرة للجدل والتي يمكن أن تشكل مخرج للبشير؟ في البدء التحية لك ولمشاهدينك الكرام لاتاحتكم الفرصة. هي حقيقة أنا أعتقد النيابة هي بدأت بالبلاغ الذي أمامها، اللي هو عندما تمت مداهمة غصر الضيافة الذي كان يقيم به الرئيس المخلوع، وجدت هذه الأموال الضخمة والكثيرة في المنزل، وكانت حقيقة مثيرة للدهشة أن يتم احتفاظ بكميات من هذه المبالغ داخل منزله وداخل خزائن منزله الخاص. وبالتالي بدأت بالبلاغ السهل، أنا أعتقد النيابة يعني استسهلت الأمر وبدأت بما هو سهل أمامها، وحتى هي هذه المبالغ التي بدأت بها وفتحت البلاغات هي ليست كل المبالغ التي كان يمكن أن يتهم بها الرئيس. كما تعلمين أن الرئيس خلال 30 عاما أفسد كثيرا من 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 وزارات الدولة. هنالك أموال البترول التي يعني تعدت اكثر من 90 مليار، فها يعني النيابه انا اعتقد كانت غير موفقه، كان يمكن ان تبدا بعمل يعني لجنه برأيك تحقيق انها فقط للاستسهال ولكن ليس ضمن صفقه ربما تمت مع البشير بانه محاكمته على هذا الاساس المالي قد تجنب امور اصعب جدا. هو أنا أعتقد لن تجنبه، لأن هنالك الآن عدد من البلاغات العديدة ينتظر يعني كثير من الشاكين أن يتم تكوين الحكومة المدنية وأن يتم تعيين رئيس قضاء جديد وأن يتم تعيين نائب عام جديد حتى يقوم بفتح هذه البلاغات. لكن أنا حتى النيابة كان يمكن إن كانت أن تكون تربط البداية لها بداية حقيقية تتماشى مع روح الثورة، كان يمكن أن تبدأ بجرائم الأكبر، جرائم القتل، جرائم المفقودين، جرائم القتل في دارفور، في النيل الأزرق. يعني على الأقل من الأحداث الأخيرة ففي مايو أيار النائب العام السوداني أدان البشير بالتورط بقتل المتظاهرين. اسمح لي عذرا للمقاطعة أنتقل إليك سيد راشد. بداية ما رأيك، هل هو استسهال؟ وتاليا ماذا عن السؤال ليس لك الآن سيد حضرة، سأعود إليك. أنتقل الآن إلى سيد راشد، أريد تعليق منك، هل هو استسهال من النيابة العامة برأيك؟ وأيضا تاليا ماذا عن توقيت هذه المحاكمة في هذا الظرف الذي يمر به السودان ولم تفعل بعد آليات المرحلة الانتقالية؟ شكرا جزيلا أستاذة ديمة لك ولضيوفك وللمشاهدين. أعتقد أنه السببين يمكن أن يعني اعتمادهم. الأول أن النيابة العامة التي قامت بفتح البلاغ هي ما تبقى من النظام السابق، وبالتالي يمكن القول أنهم إما تحت قبضة المؤسسة القديمة أو ينتمون إليها بشكل أو آخر. ورأينا كثير جدا من المحاولات ل يعني تخفيف التهم ومحاولة إيجاد المخارج. الشيء الآخر أنه في مثل هذا الوقت الذي يطالب فيه شعب السودان بمؤسسات عدلية نزيهة وشفافة، يستبقون الأمر كأنما يعني كل هذه هي التهم الوحيدة التي يمكن تقديمها لهذا السفاح. فالقضايا الأخرى التي لم تفتح فيها بلاغات والتي فتحت فيها بلاغات سيتم المواصلة فيها، لأن هذه هي إرادة الشعب وهذا هو إحقاق الحق والعدل. فكلا السببين في تقديري واردين، ولكن لن يفلت أحد من العقوبة إذا تم إثبات التهم عليه.
سيد جمال محمد أحمد، إذا كانت النيابة العامة كما يصفها ضيفي من ليدز بأنها جزء من النظام السابق، ماذا عن القاضي؟ ماذا عن ظروف هذه المحاكمة؟ وأيضا أعيد السؤال عن توقيتها، ألا ترى شيئا مريبا في كل الأمر؟ شكرا. هو كل المشهد جزء من النظام السابق بما فيهم عبد الفتاح البرهان اللي هو الآن رئيس المجلس العسكري، وبعد أيام سيكون رئيس المجلس السيادي. أنا أخشى ما أخشى أن يكون هذه المحاكمة الآن لها سيناريو محدد من قبل الأصدقاء الرئيس المقتلع، بحيث أنه زي ما ذكر الإخوة الزملاء أنه البداية كانت بهذه الملايين الصغيرة. من هم الأصدقاء؟ لا كما ذكر أصدقاء الرئيس المخلوع، من تقصد بهم؟ يعني أركان حكمه وأركان نظامه يعني. فالبداية كانت بهذه الملايين البسيطة من اليوروهات التي وجدت في منزله، ورأيت بالأمس الدفاع يقول أن المبلغ وجد في 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 ليس في غرفة النوم ولكن في غرفة جانبية، وهذا ربما يكون من أساليب الدفاع التي يمكن أن توري الرئيس. ربما ينكر أن هذا المبلغ يعني له، ربما وضعه أحد الإخوة. عموما السيناريو الذي أخشاه ونخشاه أن تبدأ المحاكمة بهذه التهمة بتاعت اليورهات في البيت هذه وتتم يعني المداولات في أكثر من جلسة، ومن بعد ويكون عبد الفتاح صار رئيس المجلس السيادي أو هو رئيس الحكومة الجمهورية، ويتم بعد ذلك تحويل الرئيس إلى المستشفى بحجة أنه مريض، ويتم بعد ذلك عفو رئاسي وسيناريو يعني لكي يفلت لأنهم هم كلهم نقاط جديرة بالنقاش. سيد راشد، ما رأيك بهذا السيناريو؟ وأعيد عليك المقارنة، هل من الممكن أن يعني يكون هناك مسار مشابه لمحاكمة حسني مبارك الذي وجهت إليه تهم كالقصور الرئاسية أو لأولاده التلاعب بالبورصة وفي النهاية حكم براءة؟ كل شيء وارد مع هذه الظروف التي تم فيها يعني المشاركة اللجنة الأمنية اللي هي بقايا النظام والتي كونها المخلوع نفسه للدفاع عنه، والإشارات لذلك كثيرة جدا وواضحة. يعني تم من قبل رئيس القضاء الحالي وهو من بقايا النظام السابق أيضا بترك 46 قاضي بمحكمة سيناف للمحكمة العليا في الوقت الذي تقدم فيه قوى الحرية والتغيير بمرشحها لرئاسة القضاء حتى يتم عليه تكوين مجلس القضاء العالي المنوط به انتخاب رئيس القضاء من بين أعضائه وكذلك مجلس النيابة العامة. فكخطوة استباقية تقدم، ويبدو أن هذا الأمر تم بمناقشات ومحاصصات، وأصدر البرهان مرسوما بالموافقة على هذه الترقيات مخول له بحكم وضعه كرئيس المجلس العسكري، وأصدر فرمانا أو أمرا دستوريا. طيب بذلك سيد راشد، هذه الأعضاء المشكلة التي أو المعضلة التي نتحدث بها الآن، هل تقتصر فقط على محاكمة البشير؟ لأنه الآن إلى جانب قوى الحرية والتغيير نصف من سيحكم السودان في المرحلة القادمة هم من رموز النظام السابق نظام البشير، وإذا كانت هذه محاكمة البشير بهذه الظروف والتساؤلات والتعجبات حولها مؤشر، كيف ترى المرحلة القادمة؟ هم سيحاولون قطعا أن يضعوا العراقيل والقنابل الزمنية أمام من يريدون تحقيق العدالة. هل السؤال لي يا أستاذ؟ نعم سيد راشد، نعم. أيوة، سيحاولون أن يضعوا العراقيل أمام تطبيق العدالة على الجميع، فإن كان بإمكانهم الآن محاولة تخفيف التهم على رأس النظام وهم أيضا من بين ظهرانيهم من تشير إليهم كثير من الاتهامات بما فيها
يعني قضايا من المحكمة الدولية وقضايا تمت أثناء توليهم منذ 11 أبريل، فضل اعتصام الفظ والمجزرة التي تمت وما تلا ذلك وما سبقه، فكل هذه قضايا لن تسقط بالتقادم. ولكن مهم جدا أنه نصت الوثيقة الدستورية بتكوين لجنة تقصي حقائق لا تستثني أحدا، والمجلس التشريعي يستطيع وفقا للنصوص أن يرفع الحصانة من أي شخص بعد استيفاء مسوقات. طيب اسمح لي أن أقاطع عند هذه النقطة وأعود إلى ضيفنا من الخرطوم سيد معز. الظروف الغير ملائمة، التوقيت غير الملائم لمحاكمة البشير، طالما أنه سواء النيابة العامة أو جهاز القضائي كله من الحقبة السابقة حقبة البشير، ماذا عن قوى الحرية والتغيير؟ هل ستسمح باستسهال هذه المحاكمة أم أنه تفعل شيء لإيقافها وتفعيل القوانين بشكل شفاف؟ طيب يبدو أنه المشكلة معقدة مع الصوت. سأشير لك السؤال سيد جمال، هل قوى الحرية والتغيير يعني تتصرف باتجاه تحويل هذه المحاكمة التي ينتقدها الكثيرون سواء توقيتا أو من سيحاكم البشير ويشكون بها، هل قوى الحرية والتغيير ستحولها إلى محاكمة جدية؟ هل لديها أدوات لذلك؟ هو حقيقة الآن يعني أو من اعتبارا من الأسبوع القادم ستكون الكرة في ملعب الحرية والتغيير و الشريك الجديد في الحكومة أو في السياسة السودانية الجديدة. وأعتقد أن يعني سؤالك عن أن النظام السابق نصف الموجودين حيكونوا مشاركين برضو، أعتقد أن البرهان أو خلينا من غير أسماء، هؤلاء العساكر يكفيهم بشاعة وجرم مسألة فضل الاعتصام، يعني هذا يكفي من غير أي تفاصيل تانية. لكن أعتقد أنهم الآن ولو يمتلكون ذرة من العقل سيتيح الفرصة للشباب الجديد وللحكومة الجديدة عشان ما لا يذكرهم التاريخ بسوء أكثر من ذلك، يعني سيبيضوا وجوههم في التاريخ ولو بمقدار ذرة. طب ولكن يعني تبييض الوجوه شيء وتطبيق القانون شيء آخر، إذا فعلا فعلت لجنة تحقيق تقصي الحقائق التي ذكرها الأستاذ راشد ولم تستثني أحد من العقاب، يعني عندما تحدث على سبيل المثال عن الجرائم التي ارتكبت بدارفور ليس فقط اسم البشير المرتبط بها. ما هو نفس الكلام، أنا يعني الآن محاكمة البشير لا تعنينا بهذا الكم، لأن يعني هنالك أركان النظام السابق هم من يستحقون المحاكمة والمهانة والذل، هم الذين يعني ساهموا. البشير لوحده لم يرتكب بيده، ولكن صح هو سمح لهم وأعطاهم الفرصة لزملائه ولأشقائه ولأهل بيته لاستشراء الفساد في البلاد وارتكاب الجرائم، لكن البشير ليس وحده. يعني المحكمة الحقيقية يجب أن تكون لرأس النظام ولأركان النظام. الآن الموجودين في سجن كوبر موجودين يعني من 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 سوء المعامله للمجلس العسكري، لغايه الاسبوع الفات كان كل هؤلاء البشير وغير البشير يمتلكون تليفونات نقاله موجوده عندهم. حتى هو في المحاكمه يعني كان مازحا عندما سئل عن مكان يعني اقامته، يعني كان في القياده العامه والان في سجن كوبر. لا بس معه استقطع من جوابك كلمات البشير ليس لوحده، وانتقل اليك استاذ راشد، البشير ليس لوحده، رئيس هيئة الدفاع عنه قال بأنه مطمئنون لبراءة البشير. سأضيف إلى ذلك ما الأسماء التي ذكرها البشير خلال إدلائه بشهادته، محمد بن سلمان، خليفة بن زايد. هل هناك رسائل برأيك؟ هل البشير يفاوض بطريقة أو بأخرى ويرسل إشاراته إلى المعني بتلقي هذه الرسائل؟ قطعا يعني سيبحث البشير ومن هم بخلفه من قوى داخلية وخارجية إلى تبرئته أو على الأقل تخفيف عليه وتعطيل
المحاكمات حتى يعني يجدوا مخرجا لذلك. أنا مثلا أعتقد أن تأجيل تكوين المجلس التشريعي لمدة 9 يوما أو 3 أشهر يكون فيها أمر التشريع بيد المجلس السيادي والمجلس الوزراء، هذه يبدو أنها فرصة للمجلس السيادي الذي يسيطر عليه دم الكريون، لأن شكل المعادلة مثلا أن القرارات تتخذ إما أو بثلثي الأعضاء، وبما أن الحرية والتغيير لها 5 والمجلس العسكري له 5 و1 متفق عليه، فلن يتم استكمال ثلثي الأعضاء لاتخاذ أي قرار. وفي هذه الفرصة المراسيم التي أصدرها تظل سارية ويتم التعامل بمقتضاها. هذا هو الجانب كما أراه من محطة التعطيل والتعجيل والتأجيل. وأما الأسماء التي ذكرها فهذه قمة جبل الجليد، لقد ظل يشحت من كل الكرة الأرضية هذا الرجل الذي مرق عن السياسة والدبلوماسية السودانية في الرغام بوضاعته، وأن هذه الأموال لم تأتي لتصرف على أهل بيتي والفاسدين، بينما كانت صفوف الخبز وصفوف المرضى بالمستشفيات وحتى ملح التروية لا يوجد للأطفال، كانت توجد هذه الملايين في غرفة مكتبه. هذه جريمة. نعم، بمكان يعني كنت وددت أن أطرح عليك جزئية أنه البشير، وسواء يعني إذا وسعت قائمة الاتهامات إليه وشملت جرائم الحرب دارفور وقتل المتظاهرين، هناك أسماء من وجوه المرحلة الانتقالية التي وقعت معهم قوى الحرية والتغيير، يعني إذا كان القانون سيطبق بشكل جدي سيطالهم بطريقة أو بأخرى، فما رأيك؟ هو حقيقة نحن نأمل أن الفترة الانتقالية عندما تقوم بمؤسساتها الكاملة الغضائية والمدنية أن تكون هنالك دولة القانون. دولة القانون معناها أن نؤسس غضاء مستقلا، أن نؤسس نيابة مستقلة تحقق في كل الجرائم التي حدثت في كل السودان، في دارفور، في النيل الأزرق، التي حدثت في الخرطوم، في الشرق السودان، يجب أن يعاد التحقيق في كل هذه الجرائم. والتحقيق عندما يتم من جهة مستقلة كما حدث في الوثيقة الدستورية هنالك نص واضح بإقامة لجنة تحقيق مستقلة للجرائم التي وقعت في أحداث ثورة ديسمبر. هذه اللجان المستقلة عندما تقوم، أنا أرى أن دولة القانون يمكن أن تطال أي شخص، لا كبيرة فوق القانون، يعني أي شخص من أعضاء المجلس العسكري، سواء المجلس العسكري أو حتى من أعضاء الحرية والتغيير، إن كان متهما أو مطلوبا في أي جريمة من الجرائم يجب أن يحاكم. لكن للأسف الشديد نحن خلال 30 عاما فقدنا دولة القانون. القضاء للأسف الشديد سويس بالكامل، النيابة سويست بالكامل، الشرطة سويست بالكامل. الآن نحن ننادي بإعادة هيكلة هذه القوات أو هذه الجهات حتى نحقق دولة القانون. هنالك إشكاليات ما زالت حتى الآن في تعيين رئيس القضاء، في تعيين النائب العام، المجلس العسكري رفض الأسماء التي قدمت إليه، فهذه حقيقة إشكاليات عديدة. ما لم تقوم دولة القانون بطريقة كاملة لن تتم أي محاكمات، لن تتم أي شيء. لكن إذا قامت دولة القانون، دولة القانون معناه يتساوى الجميع أمام القانون. طيب، لا كبير. وإذا أخذنا هذا الأمر كمؤشر للمستقبل، هل ترى هذه المحاكمة صورية وبالتالي يعني تكون المرحلة الانتقالية أيضا صورية على الأقل من طرف واحد؟ هو الآن سابق من السابق لأوان والآن أن نقرر أن هذه المحكمة الصورية ولا لا، لأنه هذه هي دوب الجلسة الثانية، لكن البدايات التي بدت بها غير جيدة. نعم. محكمة طيب مغلقة. أعذرني سأكتفي بهذا القدر لأنه الوقت داهمنا للأسف، المعوقات التقنية منعتنا أن نسمع أكثر منك. أشكرك جزيل الشكر من الخرطوم، الناشط في قوى الحرية والتغيير وقضايا حقوق الإنسان المحامي معز حضرة. أشكر ضيفنا من مدينة ليدز البريطانية عبر سكايب القيادي في الحزب الشيوعي راشد سيد أحمد، والشكر موصول لضيفي في الاستوديو الباحث السياسي والإعلامي جمال محمد أحمد. شكرا جزيلا مشاهدينا على حسن متابعتكم، نلقاكم غدا في حلقة جديدة من برنامج ولا أنا وقفة.